الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه من ربه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى صحابته الأخيار وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول ابن القيم في شعر يوصف به وقفة عرفة: وراحوا إلى التعريف يرجون رحمة ومغفرة ممن يجود ويكرم، فلله ذاك الموقف الأعظم الذي كموقف يوم العرض بل ذاك أعظم، ويدنو به الجبار جل جلاله يباهي بهم أملاكه فهو أكرم. يقول: عبادي قد أتوني محبة وإني بهم بر أجود وأكرم، فأشهدكم أني غفرت ذنوبهم وأعطيهم ما أملوه وأنعموا، فبشراكم يا أهل ذا الموقف الذي به يغفر الله الذنوب ويرحم، فكم من عتيق فيه كمل عتقه وآخر يستسعي وربك أكرم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل ممن وقف على عرفة هذا العام ويجيب دعاءهم ويجيب دعاءنا بإذنه تعالى. إخوتي وأخواتي، اليوم أحببت أن ألتفت إلى بعض الآيات وأوصلها بأحداث تحصل هنا في بلدنا هذا، فاخترت آيتان، أحدهما في سورة البقرة والأخرى في سورة إبراهيم، والآيات قريبة جدا من حيث المعنى ببعض. يقول تعالى في سورة البقرة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هذه آية سورة البقرة. أما في سورة إبراهيم يقول تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. في أولاهما بدأ باستخدام النكرة أو المنكر في كلمة بلد، ما جابها معرفة، وذكر المفسرون أن سبب ذلك هو وضع إبراهيم عليه السلام من ذريته وهو إسماعيل ووالدته هاجر في بلد
لم يكن مسكونا ومعرفا في ذاك الوقت. وفي الآية الثانية عرف البلد، ولكن مع ذلك أكد على قضية الأمن، فبدأ جعل بهذا البلد آمن في الأولى والأخرى. فمن ربط بين الأمن أو الأمان والرسالة الربانية الذي جاء بها إبراهيم عليه السلام، أجاب الله سبحانه وتعالى دعاء إبراهيم بخطبة حفيده سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، حين خطب بحجته الأولى والأخيرة قائلا: أيها الناس، إن دماءكم وأعراضكم حرام عليكم إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فبدأ إبراهيم عليه السلام بالأمن، كما بدأ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالأمن في آخر خطبة له، لأن الأمن في المجتمع له صلة وثيقة بالعدل والقسط، فكل ما يخل بالعدل يخل بأمن المجتمع، لذا حرم الدم والمال والعرض. وجاء الإسلام ليزيل الفكر والنظام الجاهلي الذي تعامل وفق نظام القوة والعنف، وأكد أن الظلم من المحرمات كما أكد العدل جل جلاله في حديث قدسي عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، حين قال عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فالظلم يؤدي إلى الحقد، والحقد يدل الحاقد إلى العنف. فدعونا نتأمل ربط رسالة المساواة في الحج الذي هو إكراما وجوابا لدعاء سيدنا إبراهيم بحالنا اليوم في بلدنا هذا، حيث أن الظلم والجاهلية قد انتشرتا وولد ذلك حقدا وعنفوانا. إخوتي وأخواتي، الذي حصل من سفك دماء في ولاية تكساس أو في ولاية أوهايو، أو الذي ترونه في شاشات التلفاز من كره وحقد، سببه الأساسي الظلم. عندما لم تكن الرسالة الربانية هي أساس عمل المجتمع، عندما لم يكن القرآن كلام الله هو أساس العلاقات البشرية ما بيننا، فيصبح الحقد ويزيد الظلم ويحصل العنف في المجتمع. يوجد سبب لحكمة ربانية عندما أمر الناس أن يحجوا البيت، وتوجد حكمة ربانية عندما أمر الناس أن يرتدوا الثياب الأبيض كي لا يميز ما بين الغني والفقير، ما بين الأبيض والأسود، ما بين صاحب النسب والحسب والفقير المظلوم، تساووا. وهذه المساواة هي نفس مساواة القبر، حين نكفن بإزار ورداء بكفن أبيض
لا يفرق ما بين الغني والفقير به. فالله سبحانه وتعالى وضع لنا الحج فذكرى أن لا يوجد ما يفرق ما بين الفقير والغني، ما بين العربي والعجمي، ما بين الأبيض والأسود والأحمر والأصفر، إلا التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فحين ننحدر عن هذه الرسالة، عن هذه الفطرة، يسود الظلم في المجتمع، وحين يسود الظلم في المجتمع يزيد البلاء ويزيد القتل والحقد. وهذه إشكالية علينا أن نعالجها في مجتمعنا هذا، ونبدأ بأنفسنا. فرسالة ودعاء إبراهيم عليه السلام أتممها رب العزة برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ولحد هذا اليوم يجيب ربنا دعاء إبراهيم عليه السلام بما نجده في مكة. علينا أن نربط هذه الدروس بما يحصل في بلدنا هذا، كي نعمل ضد أي ظلم في المجتمع، وأن ننشر رسالة السلام المكافح للجاهلية التي نحملها. علينا دعاء، حمل دعاء إبراهيم ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم بأمانة، كي نعمل على إحقاق العدل في مجتمعنا. أيها الناس، إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وليس لعربي فضل على عجمي إلا بالتقوى. ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.